بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد السلام بشاغة، شاب طبيب متخصص ونائب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه العهدة التشريعية، أحدثكم في هذه السانحة الطيبة باسم المترشح حسان شريف عبد العالي الذي وإن رشحته حركة مجتمع السلم حماس وإخوانه لخوض غمار الرئاسيات القادمة في 7 سبتمبر 2024، إلا أنه أصبح الآن مرشحا لكل الجزائريين والجزائريات حيثما كانوا داخل وخارج الوطن. حسان شريف عبد العالي، جاءكم أيها الجزائريون أيتها الجزائريات ببرنامج واعد يعبر عن رؤية عملية إجرائية لعديد من الإشكالات التي تمس مختلف القطاعات وليس مجرد شعارات أو كلام إنشائي. ومن باب الاختصاص فإنني كطبيب أتحدث على ما جاء به برنامج المترشح حسان شريف عبد العالي ضمن إصلاح المنظومة الصحية، هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمس عموم مواطنينا ويمس كل شرائح المجتمع لما له من أهمية قصوى، خاصة وأنه لا يخفى على الجميع أن منظومتنا الصحية لا تزال تعاني من كثير من النقائص والإشكاليات التي للأسف تتفاقم مع مرور الوقت ولا تتحسن بالرغم من الميزانيات الضخمة المرصودة وكذا الجهد المبذول والجبار الذي يبذله الزملاء من الكوادر الطبية والشبه طبية في مختلف مرافقنا الصحية العامة منها أو الخاصة. وعليه فإن برنامج فرصة الذي جاء به المترشح حسان شريف عبد العالي في قطاع الصحة ركز على نقاط أساسية أهمها أو عنوانها هو إعادة خلق بيئة جديدة تستوعب كافة كوادرنا الطبية، خاصة ونحن نعاني من ظاهرة الهجرة الجماعية لأطبائنا للأسف الشديد. وعليه فإن أهم النقاط التي جاء بها البرنامج وفق رؤية إصلاحية لقطاع الصحة تتمثل في أولاً مراجعة منظومة الأجور لمستخدمي القطاع وكذا للخدمات الصحية، فلا يمكن أو أصبحت نظام الوظيفة العمومية لا يستوعب كوادرنا الطبية وشبه الطبية. كما أيضاً جاء البرنامج بنقطة مهمة ألا وهي تعزيز مكتسبات التمويل الجماعي لقطاع الصحة وخلق موارد إضافية جديدة من أجل رفع مداخيل التمويل من جهة وكذا تخفيض النفقات المباشرة غير المعوضة من جيب المواطن التي أصبحت تتعدى 35% من أجل أن يجد خدمة صحية لائقة. كما أن البرنامج ذكر بضرورة مراجعة الخارطة الصحية الوطنية وفق معطيات إحصائية وعلمية دقيقة من أجل خلق أو حسن تسيير الموارد البشرية وكذا التجهيزات الطبية والمرافق الصحية عبر ربوع الوطن وفق هذه الخريطة ووفق احتياجات الساكنة بها. كما جاء البرنامج ليدعم ويساعد على تعزيز التقارب والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الصحة، خاصة وأنه كلاهما مكمل الآخر وليس متنافسين بل يكملان بعضهما البعض خدمة للمريض وللصالح العام. جاء برنامج فرصة للمترشح حسان شريف عبد العالي في مجال الصحة أيضا من أجل تحديث نظام اليقظة الصحية الوطنية من أجل نجاعة أكثر في مواجهة الأزمات الصحية الطارئة، كما جاء ليرفع العراقيل البيروقراطية والإجراءات المعقدة التي يصادفها المستثمرون في مجال الصحة سواء في قطاع الاستشفاء أو في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات والمواد الصيدلانية بشكل عام. كما لم ينسى برنامجنا وبرنامج المترشح حسان شريف عبد العالي التركيز على قطاع مهم في مجال الصحة وهو الطب الاستعجالي بأجل من خلال وضع استراتيجية وطنية خاصة به، لا سيما وأن مصالح الاستعجالات في بلادنا هي الوجهة الأولى لمرضانا وللمواطنين سواء في المرافق الصحية العامة أو الخاصة. هذا في عجالة أهم ما جاء به برنامج فرصة أيها الجزائريون أيها الجزائريات في مجال الصحة، وقس على ذلك في باقي القطاعات والمجالات التي جاء بها البرنامج في 5 محاور و62 تعهدا سواء ما تعلق
إصلاح الدولة ومؤسساتها، أو خدمة المواطن، أو التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، والتنمية الثقافية. لهذا إخواننا أخواتنا أيها الجزائريون أيتها الجزائريات، نهيب بكم أن تكونوا في موعد يوم 7 سبتمبر 2024 لتدلوا بأصواتكم بقوة لصالح مرشحنا جميعا الأستاذ حسن شريف عبد العالي وبرنامجه فرصة، لتكون فرصة حقيقية لنا للنهوض والإقلاع التنموي الشامل ببلادنا، لأن بلادنا تستحق ما هو أفضل لها في هذا الوقت بالذات وفي خضم المتغيرات الدولية الحاصلة. بارك الله لكم في أسماعكم، شكرا جزيلا. عاشت فلسطين، عاشت الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.